السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. يا ام حمزة، السمان عندك بيبيض في الصيف؟ ايوه يا جماعة، ما شاء الله لا قوة الا بالله، السمان عندي بيبيض الحمد لله. انا النهاردة عطيالهم تحصينة مضاد حيوي، لان عندي مفاجأة ان عندي سمانة بتبيض، ده تالت يوم ليها. البضايا يا جماعة شايفين قد ايه حجمها، فممكن يكون عندها التهاب او حاجه، فاديت لهم النهارده مضاد حيوي تحصينه لهم كده، بحيث لو عندها التهاب او اي حاجه في المجرى اللي هو الموبايل بتاعتها يعني يبقى يخف باذن الله. كلهم ياخدوا تحصينه بقى ومع بعضهم يعني. ايوه الحمد لله يا جماعه، انا عندي السمان عندي ما شاء الله لا قوه الا بالله بيبيضهم. ده زي ما انتم شايفين ده بيض عندهم اهو، قلت اسيبه قبل ما اجمعه. وده البيض ناتج النهارده للسمان الابيض والسمان الياباني ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس فيهم سمانه يا جماعه، البيضه بتاعتها شايفين الفرق بينها وبين السمان التاني. طبعا يا جماعه الاهتمام بالنظافه، الاهتمام بالتهويه الجيده، الاهتمام بالاكل، دايما يكون الاكل قدامهم باستمرار. طبعا علف، هو ده طبعا امهات كبيره، بحط لهم علف 21% بروتين. الناس اللي بتقول لي ان هم بيحطوا السمان البياض 16 و18، وكمان بيقولوا لي ان السمان ما بيبيضش عندهم، طبعا مش هيبيض يا جماعه، لان الامهات بتبقى هزيله بسبب العلف اللي هو بروتين قليل. فاحنا بيض ما شاء الله لسه سخن حتى، فاحنا بندي لهم يا جماعه علف 21% بروتين. بلاش يا جماعه نهزل السمان عندنا ونضعفه بالعلف ال 16 وال 18 ده، علشان باذن الله يبيض السمان عندكم باستمرار وما يقطعش بيض. زي ما انتم شايفين ما شاء الله، زي ما قلت لكم ان اديت لهم النهارده تحصين مضاد حيوي. اهتموا يا جماعه بالنظافه، الله يكرمكم في الحر الشديد ده، لان لو الفضلات فضلت تحتهم هتطلع عليهم ريحه امونيا، وبالتالي صدرهم هيتعب. زي ما انتم شايفين احنا بننظف، يعني ما هقولكوش نظفوا الصبح وبالليل، ولكن على الاقل مره في اليوم، بحيث يبقى المكان تحتهم نضيف باستمرار. حموا السمان يا جماعه، حموه. لو لقيتوا السمان واقف يلحلح من الحر والجو عندكم احتباس حراري فظيع، حموا السمان بحيث ان هو يرطب جسمه ودرجه حراره جسمه تنزل. ان شاء الله هيبقى خير والسمان هيبيض معاكم ان شاء الله. وبكده تكون انتهت حلقتنا للنهارده، ويا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ما تنسوناش وفاء دعائكم الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.